فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل في رفع الصوت بالذكر بعد الصلاة هل عليه دليل وما حكمه؟ نعم، عليه دليل. ابن عباس يقول يوم صبي صغير يقول: ما كنا نعرف الانصراف من الصلاة إلا إذا سمعنا التكبير أو الذكر. دل على أن هذا موجود على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، ما كنا نعرف انقضاء الصلاة إلا بذلك. نعم.